أهلا بكم. إنها ليست حربا بل بداية معركة تحرير الأراضي الفلسطينية من الاحتلال الأطول في التاريخ الحديث. إنها سابقة تستحق التأريخ كونها من الأحداث المفصلية الكبرى في تاريخ الشعب الفلسطيني لبل في تاريخ العرب. إنها الحدث بكل ما للكلمة من معنى، فالمعركة وللمرة الأولى لا تحدث على الأراضي الفلسطينية بل في العمق الإسرائيلي المسعور الذي وجد نفسه عاجزاً مربكاً مظلوماً متخبطاً مخروقاً يكتفي بصب جام غضبه على الأبرياء العزل داخل القطاع بكل ما أوتي من وحشية. إنه التحول التاريخي للقضية الفلسطينية، فالطوفان الأقصى قلب الكثير من الموازين وبدل قواعد اللعبة. فمن كان يعتقد أو يتصور يوماً أن المستوطن سيشاهد من نافذته الآمنة عناصر المقاومة تجول في شوارع مستوطناتهم ويطرقون الأبواب ويسوقون العشرات منهم، الحلم بات حقيقة وفي انتظار أن تنجلي نهاية المعركة بطرق غير كلاسيكية على غرار وقف إطلاق النار أو اتفاق سلام أو وساطة. كيف يقرأ ويحلل ضيفنا رجل الأعمال طلال أبو غزيل هذه المعركة؟ ماذا عن تداعياتها؟ وهل يعتقد أن لبنان من بوابة الجنوب سيدخل المعركة تحقيقاً لوحدة الساعات؟ رجل الأعمال رئيس مجموعة طلال أبو غزيلي العالمية والخبير الاقتصادي والمفكر العربي طلال أبو غزيلي، أهلا وسهلا بك بمنصة بالوسط وتحديدا ببرنامجنا السياسي بالوسط السياسي. أنا سعيد بمقدمتك لأنه هي الحقيقة التي يجب أن نتكلم عنها. لخصت هذه البداية بطريقة بارعة وما عندي شيء يضيف عليها. شكرا دكتور، شكرا. هذه الشهادة. اختلف الدكتور التسميات بين من يقول أنه ما يحصل اليوم في غزة هو تحول تاريخي للقضية وبين من يعتبرها مرحلة جديدة من العلاقة مع العدو. كيف توصف اليوم هذا الحدث المفاجئ والصادم؟ تماما كما وصفته، وهو أنه، وأنا من أول يوم قلت هذه بداية حرب التحرير، ليست معركة وليست هجوما وليست ردا على هجوم، بل هي شعب أخيرا وبعد أن يأس من كل المحاولات الإنسانية والسلمية والحضارية والأممية وجد أن الحل الوحيد الباقي هو الثورة على الاحتلال. شفتك تأثرت دكتور. لأني أشعر باعتزاز وفرح. صحيح أن هنالك قتلى، صحيح أن هنالك تدمير، بس خلينا نتذكر قم قتيل قدمت روسيا في حربها ضد النازية. 27 مليون مش 1000، 27 مليون قدمتهم روسيا في حرب واحدة مستمرة للدفاع عن روسيا. الوطن يستحق هذه التضحيات وأنا فخور بأبناء هذا الشعب العظيم. نعم. تقول تأثراً أنك اليوم تشعر بالاعتزاز. نعم. تشعر بالفخر. اليوم هذا الشعور هو أكبر أم الشعور بالحزن على ما يصيب أهالي غزة وأهالي القطاع تحديداً هو أكبر من شعور الفخر يعني والاعتزاز؟ أنا عاطفتي وحبي للشهداء أكثر من حب أهلهم لهم. الأم تزغرد وتقول مبروك لابني الشهادة. الفرق بيننا وبين العدو أن الإنسان الفلسطيني يشعر بأن الشهادة فرصة وشرف ويسعى للموت، بينما العدو يموت خوفا من الموت ولا يريد أن يقدم حياته ضحية لا لوطنه ولا لغير شيء، لأنه ما عندوش وطنه. هو هناك نازح لاجئ في فلسطين. احنا هذه الروح الموجودة عند الشعب الفلسطيني
الفلسطيني الذي يربط عصابة على رأس ابنه ويحمله على كتفه ومكتوب عليها مشروع شهيد، يعني هذا الطفل ابني أريده أن يموت. أنا مش حكون هل من العدل دكتور أن نخلق في هذه الحياة وحملين على كتفنا مشروع الشهيدين؟ هذا شيء، يعني اليوم إذا بدنا نعمل مقارنة بين الطفل اللي بيولد بالبلاد العربية المأزومة وبين طفل يولد بالبلدان المتقدمة جدا، بنعمل مقارنة بهالحياة، عم بحكي شوي سؤال وجداني، بتشوف انه بالدول الغربية او الدول المتقدمة اليوم الطفل يعني بيتأمن له كل مستلزمات الحياة السعيدة نفسيا واجتماعيا، اليوم بالبلاد المأزومة وتحديدا ببلادنا العربية يولد الطفل ومن هو صغير بشوف هالمشاهد، مشاهد النضال، الكفاح، الدم، الشهادة، هل هذا منطق صحي في تربية أطفالنا؟ أما هو بيعتمد أنت كيف تنظر إلى الموضوع. أنا معلق بمكتبي صورة لشاب فلسطيني كان عمره 12 أو 13 سنة، والجندي الإسرائيلي وضع البندقية بصدره، مش موجهة عليه، هيك موجودة هون، وهذا الطفل يرفع ايده عليه بده يضربه بالكف. طب هو هذا مش عارف انه هاي البندقية اذا ضربها حيموت؟ هذه النفسية مختلفة. بعدين مين قال المتحضر هو الدول الغربية؟ طب الصين مش متحضرة؟ التفوق التقني والتقدم الأعلى في العالم اليوم هو في الصين. روسيا مش متحضرة؟ كيف مستعدة أن تضحي ب 27 مليون لتحمي وطنها؟ شي جين بين عندما بدأت الحرب، عندما بدأت الكورونا وهي حرب نوع آخر من الحروب، قال أرواح الناس وصحتهم ومستقبلهم وراحتهم مهم، ولكن أهم من كل ذلك مستقبل الصين. هذه هي فلسفة هذا الشعب العظيم. دكتور، في العودة إلى المعركة الحاصلة، إلى أي مدى تعتقد أنه ممكن توصل المواجهة بين حماس وبين الإسرائيليين، العدو الإسرائيلي، وهل تعتقد في نهاية المطاف أن من سيدفع الثمن في هذه المعركة هم أهالي غزة؟ كيف يعني الثمن؟ بيعتمد شو الثمن؟ بأن يقتل منا المزيد، هذا هو ثمن في سبيل تحرير الوطن بعد 75 سنة كما تفضلت، أطول احتلال في التاريخ. صحيح. في تاريخ البشرية. إذا قمت لأسترد كرامتي وعزة نفسي ووطني بكون ثمن؟ ما بيكون ثمن، بيكون هذا جائزة. هكذا العقلية، يعني إحنا يجب أن كل أهالي غزة يفكرون بهذه الطريقة. نعم. دكتور، نعم، كل فلسطيني يفكر، مش كل أهالي غزة. كل فلسطيني في الملاجئ، في المخيمات، كل فلسطيني تحت الاحتلال يشعر بالعزة والنفس ويقول يا ريتني أنا الشهيد. هذا يعني هذا التسويق لفكرة إنه إحنا عم بنضحي وعم نخسر، تسويق خاطئ. من يسوق لهذه الفكرة دكتور؟ هذه الفكرة يسوقها الغرب ويسوقها العدو الصهيوني. العدو بيسوق إنه أنتوا عم تدمروا بلادكم وعم بتقتلوا أولادكم. أنا نعم بدمر بلادي وبقتل أولادي لأني لا أقبل أن أبقى عبدا لك. اليوم ما يحصل هو إبادة، أقرب إلى الإبادة بحق أهالي غزة، صحيح؟ نعم. طيب ما قلت لي اليوم دكتور لوين ممكن توصل هذه المعركة بين الفلسطينيين والعدو الإسرائيلي؟ أولا خليني أنفت لشيء يمكن ما تناولته. تفضل. المعركة لسه ما صارت مع الفلسطيني، لسه مع فقط غزة. فلسطين فيها شيء اسمه الضفة الغربية. نعم. شيء عجيب، ليش الضفة الغربية متفرج لحد الآن؟ وأنت هل تتخيل أن في الدنيا الأرض كلها في مقاوم وجريء
ووطني وممكن أن يضحي أكثر من أهل جنين. جنين هو هم شعار الوطنية. نعم. وشعار الثورة وشعار التضحية. طب وينهم قاعدين عم بتفرجوا؟ يمكن بقولوا هاي مش قضيتنا، هاي قضية غزة. لا سيدي، دورهم لم يبدأ بعد. نعم. عندما تدخل الضفة إلى المعركة سترى شيئا جديدا. ماذا سنرى؟ سترى شيء جديد. شو ممكن نشوف بعد؟ يعني شفنا بهالمعركة اللي ما شفناه، يعني منقول اليوم بعد 75 سنة من الاحتلال. ليش بهيدا الوقت بالذات؟ يعني دائما كان في هيدا الصراع في المد والجزر، بس اليوم وصل إلى القمة، يعني اليوم بركان وانفجر. ليش بهالوقت تحديدا؟ وماذا لو دخلت أطراف أخرى في يعني ليش صار كل في هذه المعركة؟ لأن الأمور تصل فيك إلى حالة وإلى مرحلة لم يعد للصبر. الله يرحم أم كلثوم. للصبر حدود. حتى الصبور بيجي لحظة بقول له خلص ما عاد في فايدة. للصبر حدود. المعركة كلها تسبب فيها نتنياهو، مش أهل غزة. أنا بدي أشكر نتنياهو لأنه عندما شكل هذه الحكومة شكلها لهدف واحد، أن ينجو من المعاكم. جمع هذه العصابات، عصابات المستوطنين والمتطرفين والمتدينين بالمعنى السيء، المتدين شيء عظيم، ولكن المتدينين سلبا وسلبيا وإرهابيا، جمعهم في حكومة على مبدأ أن تحموني من المحاكمة، ما في هدف ثاني. طيب هذا جعل الآن الوضع بشكل أصبح للصبر حدود. كنت أول تحارب وتقتل وتلقي وتهدم البيوت كله كويس. الآن جاء نظام جديد هو نهاية هذا العدو، وهو ما بدأ به الاستيطان. عندما أصبحت السياسة الرسمية في عند العدو، اهدموا بيتك وابني محله بيت إلي، وبدأوا يقدموا الأرض الفلسطينية المتبقي منها تحت اللي مش تحت الاحتلال، والذي هو يشكل أقل من 20% الآن. هذه 20% بدأوا يبنوا فيها المستوطنات ويدمر بيوت الفلسطينيين ليبنوا مكانها وليمحوا التاريخ. هنا دخلت أم كلثوم وقالت لهم الله يرحمها ويديمها للصبر حدود. للصبر حدود. دكتور اسمح لي بهذا السؤال. اليوم يرى بعض المتابعين والمحللين أن هذه المعركة الحاصلة اليوم هي تنفيذ لأجندة إيرانية في المنطقة لإيصال رسالة إلى السعودية التي كانت قابلة إلى التطبيع مع العدو الإسرائيلي. برأيك قديش مقدمتك كانت صحيحة، قديش سؤالك غلط. أنا بسأل كله الغلط. غلط. بعرف السؤال غلط، ما قلتش رأيك. قلت هذا السؤال غلط لأنه كله مبني على فرضيات غلط. أولا السعودية ماذا أعلنت؟ أعلنت قيام وقف الحرب وقيام اشترطت قيام دولة فلسطين. نعم. لا هذا قبل اشترطت. نعم. هو الآن أعلنت وقف البحث صحيح. كامل معها. طيب. صحيح. ماذا كانت شروط المفاوضات؟ شروط كانت شرطين. قيام دولة فلسطين. قيام دولة فلسطينية على حدود قرارات الأمم المتحدة. صحيح. وهذا إذا بدك تقول لي فيك بكرة تقرر ما تطلع الشمس هذا مثله. نعم. يعني حق لا يمكن أن يتحقق بقرار ولا برغبة ولا بإرادة، منتهي هذا الموضوع إلا بحرب التحرير. ثانيا وهو الأصعب أن تصبح دولة نووية. يا سلام، بدك من أمريكا أن تساعد السعودية لتصبح قوة نووية إسلامية وأن تقول هذه الدولة قادرة على أن تدمر العالم كله إذا رأت في يوم من الأيام. هذا بالشروط، هذا تعجيز. السعودية لم تكن ولن تكون في وارد اتفاق مع العدو.
ولكن بدل أن تقول أنا مش موافقة وأنه أنت ضد السلام وأنت دولة معارقة اشترطت هذه الشرطين تعجيزين، اشترطت شروط تعجيزية نعم. غير قابلة للتنفيذ. برأي الدكتور المعركة الصايرة اليوم ستعيد من خلال بعض الدول العربية النظر في تطبيع علاقاتها مع العدو الإسرائيلي؟ أنا بدي أنا إلي رأي في هذا الموضوع واسمحوا لي فيه. تفضل. فاهم سؤالك. تفضل. أنا بدي أسألك، الاتفاقيات شو هي؟ مش اتفاقات أمنية؟ صحيح. معناته أنا بساعدك أمنياً عندما يكون عليك عدوان. قديش ساعدوا العدو في الحرب؟ الدول المطبعة وموقعة اتفاقيات أمنية؟ زيرو. هذا الموضوع لا يهمني لا بكثير ولا قليل، هو ضجة إعلامية سياسية. أنا أقول حتى أكون واضح وقلتها في موضوع التطبيع، كل دولة لها الحق بأن تقرر ما هو لمصلحتها، كما أنا إذا كنت فلسطيني أقرر ما هو لمصلحتي. ثانيا، هذه المصالح التي بني عليها هذه الاتفاقيات لم تحقق شيئا ولن تحقق شيئا، لن ولن تحقق شيئا. وبالتالي انا لا يهمني اني انا وياك نوقع اتفاقيه ونروح ننام بالبيت والمعركه شغاله. صحيح دكتور، قلت انه المعركه لم تبدا بعد، لكن بحكم رؤيتك ومتابعتك ودائما عندك بعد بالنظر والرؤية بتشوف لبعدين نتيجة تحليلات معينة ودراسات معينة، اليوم هذه المعركة القائمة حين تبدأ فعليا كيف ستنتهي؟ لن تنتهي هذه المعركة إلا بترتيبات وقرارات واتفاقيات واضحة تحدد بداية نهاية الاحتلال. يعني لن يكون هنالك وقف اطلقنا، لن يكون هنالك هدنة، لن يكون بدك نوقف الحرب على راسي، ولكن بدك تنهي الاحتلال. مقابل انهاء الاحتلال ستقف هذه الحرب. يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هذه الحرب ستغير وجه الشرق الأوسط لخمسين سنة إلى الأمام. ما الذي قصدوه وكيف سيتغير؟ نعم، سيتغير كيف؟ إلى الأصلح وإلى الأجمل وإلى الأعظم. تماما أنا موافق. ستغير لأنه سينتهي شيء اسمه عنجهية إسرائيل، سينتهي شيء اسمه احتلال إسرائيل، سينتهي هذا الجرم التاريخي، الجريمة التاريخية ستنتهي، وسيعود الوطن العربي كله إلى وئامه وحضارته وتاريخه، وسيقود العالم من جديد. هلا هذه حقيقة، مش عم بتخيل، لكن الحقيقة الأخرى اللي أنا حابب أنتهز الفرصة وأقولها، في وزير بالحكومة لا يهمني اسمه قال نحن نحارب حيوانات بشرية. صحيح. وسنتعامل معهم على هذا الأساس، يعني الفلسطيني هو حيوان بشري. أنا أشكره لأننا فعلا أسود بشرية، الأسد حيوان. صح. إذا هو بينظر أنه الحيوان شيء حقير، أنا أجل الأسد لقدرته وعظمته وقوته. هذه الأسود البشرية هي التي يخاف منها. دكتور، للثبات في مواصلة هذه المعركة، للدفع بهذه المعركة والحفاظ على ثباتها لبل تطويرها، اليوم ما الذي ينقص حماس أو أهالي غزة أو أهالي فلسطين لمتابعة هذه المعركة؟ نحن اليوم بمعركة بحاجة إلى سلاح، بحاجة إلى دعم إنساني، إلى دعم نفسي، إلى مخططات لتواصل هالانفجار اللي عملته. كيف؟ هذا متوفر وهذا حقنا. عندما يقول العدو انه هذه معركة ايرانية لانه فيها دعم ايراني، والله اسرائيل مش معركة امريكية، من الذي يدعمها؟ اسرائيل هي قامت وتقوم حاليا بقوتها. ما اجت حاملة الطائرات جيرالد فورد لتذكرنا بان طيرانها جاهز لتدمير غزة؟ اهلا وسهلا.
في حامل جديد عم بيلمحوا كانوا امبارح انه في حامل جديد رح تصل. اهلا وسهلا سيدي. التاريخ كان ديغول يقول ما سيقرر المستقبل هو التاريخ والجغرافيا، وكان على طاولته كتب التاريخ وعلى حيطانه خرائط العالم. التاريخ والجغرافيا بيعلمنا ان المانيا دمرت مدنها الكبرى كامله، محيت من الوجود، وخلال سنوات اصبحت واحده من اكبر 5 اقتصادات في العالم. بس كيف ستصمد اليوم غزه قدام هذا الدعم الامريكي الحربي؟ اهلا وسهلا. ولكن الدعم هو دعم غير مباشر، وهذا حق كل مقاتل وكل دولة تقاتل، كما هو حقنا أن نأخذ دعم من إيران ومن روسيا ومن كل دولنا العربية، هذا حق. ما أنت عم تأخذ دعم من أوروبا ومن أمريكا ومن كل أصحابك يا عدو، بس أنا ممنوع أخذ دعم؟ لا، هذا الدعم كذبة، ما إلا كلام. والله إيران حرب إيرانية يا سيدي، فإذا حربك أنت حرب غربية وأمريكية، عظيم. هذا الموضوع مش الموضوع، الموضوع هو أن أمريكا وصلت إلى قناعة الآن أنه ليس من مصلحتها أن تدخل في الحرب. نعم. مش حتدخل. نعم. ولن تتوسع الحرب. لن تتوسع. مسجل كلام. أوكي. هون السؤال. هناك خشية في لبنان من إقحام لبنان في هذه الحرب، تحديداً الجبهة الجنوبية، خصوصاً كنا عم نشوف اشتباكات وليست مناوشات، اشتباكات فعلية بالجنوب اللبناني. برأيك هل اليوم سيدخل فعلاً الحزب هذه الحرب وبدخوله هيدا بيخدم القضية الفلسطينية، أم دخول الحزب اليوم هذه المعركة سيخفف من وهج القلق والانتصار للمقاومة الفلسطينية؟ هذا اللي قلته الأخير هو الصحيح. أنا أتمنى أن لا تتدخل أي دولة عربية أو قوة عربية أو منظمة وطنية أو قومية أو مقاومة في هذه القضية. أريد أن يكون الانتصار انتصاراً فلسطينياً، وسيكون. أولاً. ثانياً، ما يحصل هو استفزاز من العدو لإدخال أطراف غير الفلسطينيين، وطبعاً في مقدمتها حزب الله المقاوم البطل الذي تعرف إسرائيل قوته وتخشاها، ولكنها تريد أن يكون هنالك سبب لدخول الأمريكي، لأن الأمريكي أعلن صراحةً أنه إذا دخلت أي قوة في المنطقة لدعم الفلسطينيين سندخل، فهم بدهم إياه يدخل ويحارب عنهم. نعم. اليوم تدخل الحزب بالساحة الجنوبية مدوزن، يعني عم بيكون على الأد، تقصفوا مناطقنا نقصف مناطقكم على الأد. بس البعض بيشوف أنه مشاركته في هذا في هذه الجبهة تحديدا هو لمنع تهجير الفلسطينيين إلى لبنان. لا، ما في مشكلة تهجير، وأنا بدي أنتهز هذه الفرصة وأقول أرجوكم يا إعلاميين انسوا تهجير واللاجئين. ما بدي أسمع كلمة لاجئين، أنا بدي نصبح أن نتكلم عن العائدين. ما في فلسطيني يريد أن يترك فلسطين، وما في فلسطيني لاجئ في خارج فلسطين لا يريد إلا العودة في فلسطين، ما عنده هدف إلا أنه يرجع لفلسطين. نعم. حاول أن تهجر، هل قدرت تهجر واحد من غزة؟ طب شو دخل؟ إذا ما قدروش بغزة كيف حيقدروا بالجنوب؟ أهل غزة متمسكين، المرأة السيدة الفلسطينية العظيمة تجلس على حجر بيتها بعد ما يهدوه ويقولوا لها تعالي بدنا ندبر لك مكان تنامي، تقول ليش تدبر لي بيت؟ ما هي بيتي يا ستي، هذا حجر، أنا بنام على الحجر لأنه بيتي وبدي أرجع أبنيه. هذا الإنسان لا يغلب. نعم. دكتور، أحترم جدا ما تقوله، وطبعا عم نشاهد هذا الشيء على شاشات التلفزة، عم نشوف قديش في تثبط بالأرض، بس هناك خشية، هناك يقول أو يصور بعض الإعلام حالة هروب من غزة باتجاه، أنا بطمنك أن سيكون في هنالك حالة هروب من لبنان إلى فلسطين.
عندما تبدأ الضفة الغربية راح تشوف كيف سيدخل أبطال الضفة الغربية في بطولة أكثر من جنين. اللي قعد العدو أيام أبو مازن أبو عرفات أبو عمار كم قديش قعدوا 50 يوم يقصفوا فيها 50 يوم قرية صحيح لم يستطيعوا أن يدخلوها. دكتور اسمح لي بهذا السؤال، خلال متابعتي لمواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا لموقع تويتر لفتني تعليقات بعض الإعلاميين في لبنان وبعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللبنانيين يقولون بأي حق تستخدم كتائب القسام الأراضي اللبنانية لإطلاق الصواريخ وتنفيذ هجمات على إسرائيل؟ ما هو ردك؟ أولاً مين اللي قال إنه هاي القسام؟ مكتوب عليها القسام وأعلنت القسام تبنت العملية. لا القسام. تبنت شيء آخر، أنا أتبنى عمل أنا قاعد هون، أنا أتبنى مقاومة في غزة، هذا التبني شيء آخر، إنما أولاً ما فيش إثبات، ثانياً أنا حقي أن أقاوم من أي مكان، أنت بدك ياني أنا؟ تفضل قاومني، ولكن أنا أطمئنك أن غزة وكل فلسطيني لا يريد أن يدخل لبنان في المعركة، يريدوها معركة فلسطينية وانتصار فلسطيني. سمعت انت استنجاد؟ سمعت طلب استنجاد من فلسطينيين؟ لا، العدو اللي يطلب النجدة من أمريكا وغيرها. نعم. دكتور ربما هذه التعليقات اللي طرحت عليك هي نابعة انه اليوم لبنان منه بوارد يفوت بحرب اساسا لانه منهك بكثير من الملفات، ملف النازحين، الفراغ الرئاسي اللي رح يصير له سنة، الملف الاقتصادي اللبناني اليوم يمر بأسوأ أزمة اقتصادية على الأرجح بتاريخه. برأيك اليوم كتير بهم الناس اللي عم تابعونا عبر منصتنا، كيف السبيل للبنان الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية؟ الآن لبنان قدم الكثير ودعم القضية أكثر مما يمكن أن نتخيل، وأنا دعمني أنا بفضل لبنان علي من فراسي الأساسي، كل شيء فيه هو بفضل لبنان. طيب هذا موضوع ما نستخلص منه، ولكن أنا بدي أعطيك مثال، هذا سواق التاكسي اللي في الإسكندرية اللي قتل 2، طب هذا بدي ألوم مصر عليه؟ لا، هذا تصرف بوطنيته. كذلك إذا كان هذا الكلام صحيح إنها صواريخ القسام أطلقها فلسطيني من أي بقعة موجود فيها هذا حقه، أما أني أريد أن أزجك نحكي عن لبنان ما بيصير نضيع التواصل. لبنان مشاكل وسببها إسرائيل، وضعك كله من أوله إلى آخره هو بسبب هذا العدو، مش هو اللي عامل عليك عقوبات من خلال أمريكا ويمنعك من أن تفتح حدودك مع سوريا، ويمنعك من مش هذا الموضوع اللي ندخل فيه. هنالك أزمة سببها وجود هذا الاحتلال المجرم. من نقول والله إسرائيل بلد حلو وبلد طيب وإحنا عم نخرب في لبنان؟ لا يا سيدي، هو اللي عم يخرب لبنان. نعم. بس هذا لا يعفي بعض رموز الفساد بلبنان أنه هن كمان ساهموا بمحل كتير كبير بالانهيار اللي نحن وصلنا له، غير العقوبات وغير العزلة وغير أبدا، ما في حدا له دور في تخريب لبنان إلا العدو والسلطة. طيب كيف السبيل اليوم للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية اللي عم يمرق فيها؟ الأزمة الاقتصادية يعني أنا أمانة الصدق، كان يقول أرسطو أنا أحب سقراط ولكن أحب الحقيقة أكثر. أنا بحب لبنان ولكن بحب أقول للبنان ما تلوم نفسك ولا تلوم قادتك، المشكلة مش مشكلتك. عندما جلس اثنين ما لهم علاقة بلبنان، واحد اسمه سايكس واحد اسمه بيكو، ووضعوا الحل لإنشاء لبنان وأسسوا لبنان
على طائفي وعلى نظام ما يسمى بالتوافق. التوافق يعني عدم الاتفاق. يا سيدي، أمريكا التي تنادي بالديمقراطية، هل من الديمقراطية أن يحصر أي منصب بفئة معينة أو ديانة معينة؟ لماذا بس في لبنان هذا النظام؟ ليش مش موجود بسويسرا ولا بألمانيا ولا باليابان؟ الديمقراطية هي انتخاب من قبل الجميع، من قبل الوطن. أما تقول لي أنت لازم تكون من هذا الدين لهذا المنصب ومن هذا الدين لهذا المنصب، هذا يعارض مبادئ الديمقراطية ونتمسك به نحن ويتمسك به العدو. دكتور، لأنه عم يدهمنا شوي الوقت، بدي روح كمان شوي للاقتصاد العالمي. كنت أول ما توقع بال2020 بالانهيار الاقتصادي الكبير، اجت كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية، المعركة اليوم الفلسطينية الإسرائيلية. هل نحن أمام المزيد من الانهيار في الاقتصاد العالمي؟ وماذا عن مصير الممر الاقتصادي من الهند إلى أوروبا؟ يا سيدي، أنا ما توقعته مع الأسف، كنت أتمنى أن أطلع غلطان، ولكن نحن نسير في كارثة اقتصادية متزايدة. ما عادش في قضية واحد يجتهد ويقول، يعني أنا لما عملت أو نشرت توقعاتي عرضني البنك الدولي وصندوق النقد وازدهار والقادم عظيم. صحيح. والقادم حلو. الآن نرى أن دول أوروبا في وضع يرثى له، ونرى أن أمريكا في وضع اقتصادي لم يكن بهذا السوء بتاريخها. صحيح. نرى أن الدنيا كلها في خراب، والخراب هذا سيستمر إلى أن، كما أنا أتوقع، يجلس اثنين، الصين ومعها روسيا، مش لحالها، في وجه الولايات المتحدة، والولايات المتحدة ومعها بريطانيا. أمريكا ما عندها حليف إلا بريطانيا. الباقي كله أصدقاء مصالح، أصدقاء مصالح. وهذه طبيعة الدنيا، وهذا اللازم. الدول ليس لها أصدقاء، مش بني آدم مثل ومثلك اللي تحب وتكره. صحيح. وتعمل صداقات وتعزم صديقة على العشاء. الدول لها مصالح وبس. إحنا أمام وضع بالتاريخ لم يحصل، الذي ليس فيه قيادة تحكم العالم. منذ خلقت البشرية، في الرومان بحكموا، في اليونان بحكموا، العثمانيين، العرب حكمنا 300 سنة نحن العالم. هذا طبيعة الكون. اليوم في فراغ، ليس هنالك قيادة تحكم العالم، وليس هنالك نظام عالمي يطبق على الجميع. أنا بطبق، يعني إنها التعبير اللي بنستعمله، إيده إله، كل واحد إيده إله. هذا الوضع اللي إحنا فيه، هذا الوضع هو سبب كوارثنا، وسببه أن كل دولة في، بس بدي أنتهز قبل ما نسكر، انتباه معين أطلب من الباحثين والمفكرين في لبنان أن يدرسوا قانون أصدره الكونغرس الأمريكي اسمه قانون مكافحة التضخم، ولا علاقة له بالتضخم. القانون هو، وما لم يدرس ولم يبحث بالشكل الكافي، ولكن الأوروبيين احتجوا عليه لأنه مدمر اقتصاده. القانون هذا يقول أن بلدي أولا، وأن من حق اتخاذ أي قرار ما دام لمصلحة بلدي، بغض النظر عن القوانين والاتفاقيات والصداقات. دكتور، أكيد الحديث طول عن الأزمة الاقتصادية، بس بما أنه على الوقت عم بيدهمنا، رح نروح إلى الفقرات الثابتة ببرنامجنا، وإلى فقرة لو فرضنا. تفضل. بهالفقرة دكتور، رح أطرح عليك مجموعة من الأسئلة الافتراضية، وأكيد مثل ما معودنا دائماً إجاباتك صريحة وبقدر المستطاع هي إجابات شفافة. بداية، لو فرضنا دكتور أنك رئيس جامعة الدول العربية، كيف كنت
لتمتحن العرب في دعم فلسطين. بستقيل. بدك كلمة واحدة؟ لا، هون بدي إجابة مختصرة، فيك تجاوب إجابة مختصرة. مختصرة مختصرة. أنا يجب أن ندرك أن جامعة الدول العربية العظيمة والتي أحبها وأحب المسؤولين فيها تأسست كمنتدى للتعاون، هي ليست اتحاد إلزامي مثل الاتحاد الأوروبي اللي راح يموت. نعم. اللي ببشرك في خلال 10 سنين ما في اتحاد أوروبي، سيصبح مثل جامعة الدول العربية. نعم. ملتقى للدول لتحرير الحوار. نعم. هذا لا تطلب من الجامعة أكثر من ميثاقها، وميثاقها لا يعطيها. نعم. أي سلطة في أي قرار. نعم. لو فرضنا دكتور لقاء جمعك برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هل كنت لتقتله لتريح العالم من شره أو تحاور لتقنع بحل الدولتين؟ أنا من حيث المبدأ ما ممكن يحصل هذا، لأني أرفض أن أجلس مع العدو، ما إلي علاقة معه ولا إله علاقة معي، ولا أعترف بوجوده ولا أجلس معه. لو فرضنا ما فيش تفترض، لأنه لن يحصل. يعني أفضل أن أموت قبل أن أجلس معه. لو فرضنا أنك عدت إلى تلك الفترة الزمنية اللي كنت فيها لاجئ في لبنان تمضي 4 ساعات سيراً على الأقدام للوصول إلى المدرسة، ترتدي بطانية فصلتها ولدتك على شكل سترة لتحميك من البرد. صح. وتشتهي التين البري. نعم. ماذا كنت لتبدل في تلك المرحلة؟ ولا شيء. هذه أحلى أيام حياتي، بداية من موضوع أني أمشي 4 ساعات، هاي رياضة صحة. أنا اليوم عمري 85 سنة أمشي وأسير مثلك. الله يطول بعمرك. مثلك، لأني مخزن رياضة، مخزن 4 ساعات كل يوم. نعم. عندما نتكلم عن البطانية، أنا كنت أسعد واحد في المدرسة، لأني لما دخلت على الصف وأنا لابس البطانية اللي هي تشبه الجاكيت وضحكوا علي الأطفال، قلت لهم أنتم غيرانين مني، عم تضحكوا لأنكم غيرانين، أنا لابس بطانية بتدفيني، أنتم لابسين جاكيتات ما بتدفي، منظر بس. والتين، أنا اليوم أفطر التين لأني أحب ذلك اليوم الذي كانت فطورنا فيه تين وزعتر. بس ما في أحلى مني، ما مستعد أغير شيء فيه. تتأثر كتير دكتور لما بترجع لهذه البلد. لو فرضنا الله يطول بعمرك 100 سنة بعد أنها الساعة الأخيرة لإلك بالحياة، مع من تمضيها وماذا تفعل فيها؟ آخر ساعة بحياتي. نعم. أنا كل يوم قبل أن أنام بخاطب ربي، بقول له شكرا يا ربي إنك منحتني العمر هذا كله، وأنا أسلمك روحي وأتكل عليك في أنني بعد ذلك سألتحق معك في الجنة. هذا كل يوم دعاء. والصبح بشكر ربي، بقول له شكرا أعطيتني يوم جديد. فأنا بالنسبة لي متصالح مع الموت، وأتمنى أن يكون دائما آخر حديث لي في هذا الموضوع مع ربي. لو فرضنا أنك بدك تحذف مرحلة من حياتك بتعتبرها مظلمة، أي مرحلة بتختار؟ كل مراحل حياتي مؤلمة والحمد لله. أنا أرحب بالألم، أنا أعتبر المعاناة نعمة، هذه ثقافتي، خلص تربيت عليها. إلا لما عندي مشكلة بفرح، لما يصير عندي قضية بنتعش، لما أقاسي أقول يا ربي ما أحسنك، عم بتعلمني المقاساة. نعم. ما عندي مشكلة أبداً ولا في مرحلة. نعم. من هذا النوع. دكتور لو فرضنا إجبارك بالتخلي عن كل الجنسيات والاحتفاظ بجنسية واحدة، هذه الجنسية ماذا ستكون؟ عربي، جنسية عربية. أنا عربي، أنا وطني عربي، أنا قومي عربي. أنا بالنسبة لي كل دولة عربية هي مثل فلسطين. بعد في شيء اسمه قومية بزمننا اليوم دكتور؟ نعم، أنا ولدت قومياً عربياً ولن أموت إلا قومي عربي.
وكل بلد عربي بالنسبة لي هو مثل فلسطين وأحسن. لو فرضنا آخر لو فرضنا بها الفقرة أنه طلبنا منك تكتب وصية، هذه الوصية هي للعالم العربي، وصية بجملة مختصرة، وصية لعائلتك الصغيرة، شو بتوصي؟ وصيتي لعائلتي الصغيرة أني أنا لم أبني ثروة ولكن بنيت اسما أفخر به على العالم كله. وأنا عندما ألقي محاضرات مع الطلبة في الجامعات بقول لهم ابحثوا إذا وجدتم من تفوق علي من عدوي في أي مكان في الدنيا وفي أي مجال في الدنيا إلك جائزة. أنا استطعت أن أبني هذا الاسم، أريدكم يا عائلتي الصغيرة أن تحافظوا عليه. على هذا الاسم، هذا بالنسبة لي مع عائلتي وللعالم العربي وأنا لقوميتك للقومية، وصغت وصية بهذا الخصوص، التركيز فيها على استمرارية هذا الاسم الذي يرعب ويؤذي كل أعدائي. خلص هذا هو، ما بدي شيء ثاني، حافظوا على الاسم. بالنسبة للأمة العربية أقول لها يا أمتي أنت أعظم أمة في الدنيا. كل اللي بنسمعه هو كذب. هذه الأمة حكمت التاريخ، العالم بالعلم بالاختراعات بالإبداع لمدة 300 سنة وستعود لهذه. يا أمة العربية اشطبوا كلمة اللحق بالركب العالمي وقولوا أننا نحن قد قررنا أن نقود العالم من جديد، ولكن نقوده للخير وليس للشر كما هو العالم الحالي. أمتي عليك مسؤولية قيادة العالم. دكتور، نروح إلى الفقرة الأخيرة ببرنامجنا واللي هي بكلمة وصف. بهالفقرة دكتور رح أطرح عليك مجموعة من الأسماء أو الشعارات، بدك تجاوب عليها لو سمحت. حاضر. مش امتحان أبداً دكتور. حاضر. بكلمة واحدة. حاضر. شكراً. إسرائيل. بكلمة. عدو. القدس. رمز لفلسطين. لبنان. بلد الذي استضافني وأعطاني وفضله عليه. فينا نختصر بكلمة. فضل لبنان عليه. اللجوء. هو العودة. الفقر. نعمة. حق العودة. قرار. قرار. ما حدا بيعطيني قرار. نعم. العمولات المشفرة. أجهلها. الذكاء الاصطناعي. أصدرت كتاب اليوم عن أول كتاب في الدنيا. أول كتاب في الدنيا في أي لغة هو ملخص في كتابي. اختصر لي إياه بكلمة. كتابي. كتابي. طلال أبو غزالي بكلمة. مواطن عربي. نعم. رجل الأعمال رئيس مجموعة طلال أبو غزالي العالمية والخبير الاقتصادي والمفكر العربي طلال أبو غزالي، شرفتنا بمنصة بالوسط وببرنامجنا بالوسط السياسي. أنا استمتعت بالحديث معك، شكرا جزيلا. وأنا استمتعت بحوارك وتعلمت منك. نحن اللي نتعلم منك دكتور. شكرا لك. لهون بنوصل متابعينا إلى ختام حلقتنا، نلتقيكم الأسبوع المقبل بنفس الموعد ودائما عبر منصة بالوسط وضمن برنامجنا بالوسط السياسي. إلى اللقاء.